بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون معتدل الحرارة ورطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط للرياح ببعض المناطق. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، فأخبار الجو هيكون إيه؟ وهل الارتفاع دوت مكمل معانا لبقية الأسبوع؟ بالفعل اليوم او اعتبارا من اليوم هيكون في ارتفاع في درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، لان احنا هنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه وايضا بعض المناطق الاخرى من الصحراء الغربيه. الكتل دي مرتفعه في درجات حرارتها بشكل كبير. كمان في طبقات الجو العليا هيكون في امتداد لمرتفع جوي، المرتفع الجوي ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وكمان حبس الرطوبه والموسات تبقى قريبه من سطح الارض، فبالتالي ارتفاع درجات الحراره هيبدا معانا اليوم ويستمر معانا على الاقل حتى يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. لكن ذروه الارتفاعات اعلى يومين هنسجل فيهم درجات حراره هو غدا الخميس والجمعه ان شاء الله. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار هتكون 37 درجه مئويه، وطبعا 37 درجه مئويه هيكون في الظل، احنا هنحسها اعلى من كده بحوالي من درجتين لثلاث درجات باختلاف طبعا نسب الرطوبه من محافظه لمحافظه. يمكن نسب الرطوبه الحمد لله في المره دي مش عاليه بالشكل الكبير، لان احنا الكتل معظمها كتل هوائيه صحراويه، فالكتل الهوائيه الصحراويه في نسب الرطوبه فيها منخفضه، لكن طبعا مع وجود اشعه الشمس وفي نسب رطوبه لسه موجوده في الجو لكن اقل من الايام الماضيه، فالمحسوسه هتبقى اعلى على القاهره الكبرى وتكون 39 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء شديده الحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري، محافظات شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء، اجواء حاره رطبه على السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ايضا هيكون في احتياج بارتفاع درجات الحراره، لان احنا كمان عندنا هدوء لسرعات الرياح ودرجه الحراره الصغرى هتبدا ترتفع في معظم محافظات الجمهوريه. اجواء فتره الليل بتكون اجواء يعني نقدر نقول من مائله للحراره المعتدله خلال فترات الليل في معظم انحاء الجمهوريه. وطبعا مع الاستقرار في الاحوال الجويه وجود المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، الظاهره الجويه المؤثره معانا هو تكون شبوره مائيه خلال فتره الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى او بتختفي مع يعني اشعه الشمس، فبالتالي 7 8 صباحا الشبوره المائيه هتبدا في التلاشي والرؤيه الافقيه هتبدا تتحسن على اغلب الطرق. زي ما قلنا احنا اعلى من المعدلات الطبيعيه اللي في هذا الوقت بنلعب حوالي 4 لـ5 درجات. ذروه الارتفاعات غدا الخميس والجمعه والعظمى على القاهره الكبرى توصل ل 38 درجه مئويه في الظل، محسوسه توصل ل 40 درجه مئويه، المناطق الموجوده في جنوب البلاد الاقصر واسوان توصل ل 45 و46 درجه مئويه، فبالتالي بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره تحديدا من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 3-4 العصر بقدر الإمكان. لو أنا موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للرأس شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة. نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم المية، وإحنا في فترة انتقالية فمهم جدا في الفترة دي بيحصل فيها بعض التغيرات السريعة في الخرائط الجوية، مهم جدا المتابعة اليومية للنشرات الجوية. تمام. طيب دكتورة منار، بالنسبة لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج في السواحل الشمالية، ممكن حضرتك تقول لنا التفاصيل؟ يمكن خلال هذه الأيام تحديدا سرعات الرياح معتدلة بالشكل الكبير، ويمكن ده اللي هيخلينا نحس بمزيد من ارتفاع في درجات الحرارة، وفي اعتدال بسرعات الرياح معظم محافظات الجمهورية فيما عدا بعض المناطق بالفعل من سواحلنا الشمالية، ويمكن المناطق المطلة على البحر المتوسط تحديدا سرعات الرياح فيها هتقلل نوعا ما احساسهم بنسب الرطوبه لان المناطق دي بتبقى اعلى رطوبه طبعا. بالنسبه لحركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط فهي معتدله المضطربه، ارتفاع الامواج ما بين 1.5 متر الى 2.5 متر،
فناخد بالنا دايما من التعمق داخل البحر المتوسط، لان ارتفاع الامواج داخل البحر المتوسط بيكون مرتفعه، لكن البحر الاحمر معتدل مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. ارتفاع الامواج ما بين 1.5 إلى 2. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27، وفي العاصمة الإدارية 37-26، الإسكندرية 34-23، والعلمين الجديدة أيضا 34-23، مطروح 33-23، ودمياط 35-25، بورسعيد 34-25، والإسماعيلية 37 والصغرى 24. في السويس درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24، وفي العريش 35-24، كاترين 31-17، وطابة 37-25، حلايب 35-28، شلاتين 39-29، شرم الشيخ 40-27، وأيضا الغردقة 40-27، في الفيوم 39-22، وفي بني سويف 39-22 أيضا، الوادي الجديد 42-25، وأسيوط 41-23، سوهاج 42-25، وقنا 43-25، الأقصر 43-27، وأسوان 44، والصغرى 27. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لمنة وشاذلي، ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.